عندي قناة على اليوتيوب اسمها الحرام ليك. الحرام ليك يا سمعان فيا والله. باش كان ابو طارق هذا لمين المشتى؟ عهد الشالي. عهد؟ الشالي. الشالي؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. أنا رجاء حيدر وهذه قناتي الحرملي. هل تبحث عن ملاذ أخضر وسط صخب المدينة؟ هل تحب المناظر الطبيعية الخلابة وتكويناتها الفريدة؟ هل تريد تزيين منزلك بنباتات جميلة وأشجار مثمرة؟ إذا كانت إجابتك نعم فهذا الفيديو هو لك. هيا بنا. في هذا الفيديو سنذهب في رحلة استثنائية إلى جنة خضراء تزهر على أطراف دمشق، جولة ساحرة داخل مشاتل المزة الواقعة على طريق مشفى المواساة في دمشق. لا أعرف إن كان أحد سبقني إلى هذا الموضوع، لكن بالتأكيد ستشاهدون ما هو مميز. هيا بنا لنشاهد لوحة فنية من الألوان الزاهية والتنوع المذهل للأزهار والنباتات، بالإضافة إلى أشجار مثمرة قزمة مستوردة ومحلية. تعد مشاتل طريق الربوة وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والجمال، حيث تحيط بك المناظر الطبيعية الخلابة من كل جانب. تتنوع الأزهار والنباتات في هذه المشاتل بشكل مذهل لتشكل لوحة فنية من الألوان الزاهية التي تنعش الروح وتسعد القلب.
حضرتك أبو طارق؟ أبو طارق أهلا وسهلا فيك. من أيمتى تشتغل هاي الشغلة؟ والله طفولتي والله أخذها من والدي. والله؟ أي والله. كمان الورد بالوراثة؟ والله وراثة شبعة والله. في أحلى من الورد يعني؟ لا ما في أحلى من الورد. يعني كل الناس تبغى تشتغل. أي والله. الورد لا هو الورد. الله يعطيك ألف عافية. عن جد أنا كل ما مرقت من هون بحس هيك إنه مهما كنت مزعوجة أو شيء إنه قلبي بينشرح. ورد أخضر، وردة يعني تريح النفس، تريح البال، تريح تهدي الأعصاب. يعني عم تفرج على وردة خلق الله يعني شو أحلى من هيك. إيه والله. شكرا. عندي قناة على اليوتيوب اسمها الحرملي. الحرملي هي سمعان فيها والله. أنا بنشر هالفيديوهات الحلوة عن الشام عن هوني أي شيء مميز بنشره. يعني كل شيء حلو بتنشره. أيوة. الله يجعل أيامك كلها حلوة مثل الورد. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب على راسك. ولا مهديكي وردة دمشقية من اللي بيحبها قلبك. هي هدية منا إليك وزهرة طبعا تشميها بتشمي ريحة دمشق فيها. الله يعطيك العافية. شامية؟ لا أنا ماني شامية، أنا سلمونية، أنا من سلمية. سلمونية ولا دمشقية؟ مو سورية. إيه سورية. كلها من أهل إخوان إن شاء الله. إيه. لأن هذيك وردة دمشقية اللي أهلنا الأيام زمان يسووا شراب الورد. نعم. شرباني شراب الورد. شرباني شراب الورد. أنا حتى ما بقول عليه أعطيه الورد للواحد وشوك أذنه أذنه الشوكات طبعا. يسلموا يسلموا. شكرا 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 جزيلا. أهلا وسهلا يا عميد. أهلا وسهلا. يعطيك ألف عافية. هذا جامع الربوي. هذا جامع الربوي اللي منمر من عنده. حي الربوي. دوش البنات عنا. في هذه الجولة سنشاهد تنوع هائل من الأزهار والنباتات، من نباتات الزينة بأنواعها المختلفة إلى نباتات الفواكه والخضروات. ستجدون هنا أزهاراً بألوان قوس قزح ونباتات ذات أشكال فريدة، كل ذلك بتنسيقات فنية تبهر الناظر. ولكن المفاجأة لم تنتهي بعد، سنأخذكم في جولة مميزة لاكتشاف أشجار مثمرة قزمة، سواء كانت مستوردة من مختلف أنحاء العالم أو محلية. تتيح لكم هذه الأشجار الاستمتاع بثمارها اللذيذة دون الحاجة إلى مساحات واسعة، مما يجعلها مثالية للحدائق المنزلية. لا تكتمل جولتنا في مشاتل طريق الربوة دون الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بك من كل جانب. ففي كل ركن من أركان المشتل ستجدون تكوينات طبيعية ساحرة تتيح لكم التقاط أجمل الصور التذكارية.
كما ستلاحظون في المقطع القادم، تقدم المشاتل تنوعا هائلا من الأزهار والنباتات، بما في ذلك نباتات الزينة ونباتات الفواكه والخضروات وأشجار مثمرة قزمة. تقدم المشاتل أيضا خدمات تصميم الحدائق وتنسيقها، وتقدم المشاتل استشارات زراعية مجانية للعملاء. من تحت 4 سم بخلي 4 سم. طيب بتصل المي بتقليلي المي، ما في شرش بتطلع. ما قسم علينا تشرش بالمي؟ خلي سكر سكر سكر. وين عم تزرعوه؟ الشبكة عم يسألني كيف بيطلع. إن شاء الله. حاطط هي مجنونة زهرية. اللي باخذ من عنده بالعادة خلص هذا هو كيف رح نخربط لهنا. بالتأكيد هناك تفاصيل جميلة في الفيديو لابد أن تلاحظها بنفسك. هناك شجرة على شكل جرة صممت بشكل هندسي جميل بأغصان رفيعة متشابكة فيما بينها على شكل جرة فخارية، شاهد جمالها بنفسك. مش هتطلع السنة اللي بعدها. ايه يلا مستني. حطينا لها شغلة.
يلا بس شوي. أنا وصلنا دائما. لا. بقطر عادة. سايدو. ريح ونص ساعة جاسو. يوم. بدي اللي حركت. شان تعرف. أقولي. السيارة براني بفتح لك يا أخي. دفرني. دفرني. هاي ما تفتحين هذا المحل؟ مسمع؟ عبنا عن جد مثل جاركم ولا نفس قرايبين انتو؟ لا نحن هون الشبة الشارع هذا من زمان قبل. هذا لمين المشتى؟ عهد الشارع. عهد؟ الشارع. الشارع؟ انتو اصلكم من هون من المزة؟ الصالحية. من الصالحية؟ اهلا وسهلا. انا اسمي رجاء حيدر، عندي قناة على اليوتيوب اسمها الحرملي. انا صحفية يعني بالاصل. اهلا فيك. اللي يجيب لنا الشكرية اللي يكون فيها تحت. يلا شكرية. او صار تحت. يعطيك العافية. هل تعلم أن لمشاريع زراعة الأزهار والنباتات فوائد عظيمة؟ من أهمها تنقية الهواء، تساعد النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، مما يساهم في تحسين جودة الهواء. تعزيز الصحة النفسية، تساعد الألوان الخضراء والطبيعة على تقليل التوتر والقلق وتعزيز الشعور بالسعادة والراحة. تحسين مظهر المنازل، تضفي الأزهار والنباتات لمسة جمالية على المنازل وتضفي عليها شعورا بالحيوية والنشاط. توفير مصدر رزق،
تساهم مشاريع زراعة الأزهار والنباتات في توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص. نصيحة: لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذا الفيديو واكتشاف جنة دمشق الخضراء. شاركونا آراءكم في التعليقات. ما هو أكثر ما أعجبكم في هذه المشاتل؟ نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو، ونشجعكم على زيارة هذه الجنة الخضراء بأنفسكم لاكتشاف المزيد من سحر الطبيعة. تذكر أن زراعة الأزهار والنباتات ليست مجرد هواية، بل هي استثمار في صحتك وسعادتك وجمال محيطك. شاركوا هذا الفيديو لنشر سحر الطبيعة في كل مكان. ضع إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس إذا أعجبكم الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.